مرحبا يا اخوي. وبيك يا عاشق. لاباس عليك؟ لا والله الحمد لله. نحكي معاك تجربة 30 عام ولا أكثر في فرنسا. خدمت الخدم الكل. خدمت الفلاح ما خدمتش، خدمت الحليل. خدمت ديكلاري ونجيب في العملة لبلادنا. وتو أنا ظروف خلتني بقيت هنا ما مش. فهمني أنا شنو الإشكالية اللي حبيت تحددها بخصوص التقاعد، شنو هي المشكلة بالضبط؟ المشكلة ما عندي حتى حق، أنا لما تونسي ما عنديش حقوق هنا. أخي تو باهي هناك نعمل دوسي على ريتريت البرة. شبيه ما عندناش ناس تقوم بينا هنا، المهم يكلموه. حتى الجي باش نمشي نشكيلو يقول لي ما تعديش ليا. أنت التقاعدة نتاعك علاش ما رجلتوش من أنت في فرنسا؟ لا لا ما يترجل. وقت هنا صغير. ما زلت ما خلطتش. بعثوا لي نتاع الكومبلومونتير حاجة صغيرة. في 55 شكيت لهم قلت لهم مريض وأنا مريض تو. ما نجمش نخدم مفاصل لما كل برد شتت 20 عام وانا شتي في البرد باهي خدمت بالهليل تعلمت الصناعات نجرتها منجيب في العملة لبلادنا بالفرا وبالورو وبكل لكن هنا نحن قانون اللي غادي يدفعوا غادي الدوسيه نتاعهم ولهنا يدفعوا لهنا فهمتيني بالضبط هنا هاني دفعت وبقيت نستنى 3 سنين حتى باش ناخذ كارنيه ابيض ما بوش يعطوني قال لي بابا ما وافقوش لي شنو دفعت لهنا فهمني دفعت الدوسيه نتاعي كنت تخدم البرا في فرنسا ما من لهنا يدفعوا في السنة أساس هذية ولا في البلاد ولا في بلادنا ولا هنا واللي غادي يدفعوا غادي أنا لو كنت جات ندفع غادي راني أنا روحت قبل التقاعد ظروف روحت نحكي ونرجع على السنوات الأولانية اللي مشيت فيها وقتها ممكن لفرنسا شنو الظروف اللي مشيت فيها غادي؟ أنا مشيت الظروف خدمت حتى في الحظاير فهمت خدمت في المرمات هنا يعرفوني بكل خدمت في أنحات وسكل خدمت حتى في القرانة في جامع الفتح فهميني جامع الفتح هذا انا عقل نبدا ناول تونس بنينيه في ملي باس جامع الفتح هذاك به خدمت عند شعب الفتح مورو هذاك الفتح مورو خدمت من اي منين كنت مو تعيش منين خدمت شنو خدمت معاه هو محامي خدمت هو كان وقتها ملاك يخدم في خدمه تاع بني ليه تاع بناء خدمتنا خدام نخدم عنده ثم ويعرفني الجام وش قفت الدنيا قد قدام خدمت بالحلالنا ايه نرجع لفرنسا اول بلاصه خدمت فيها شنو فين كيفين شو اسمها شنو خدمت اول بلاصه خدمت في اليوم الفلاح في جهه الزيرو سات هذه جهه الزيرو سات هذه يقولها لارداش تو يا بازولي كان في الجوابات هاو بعثت جواب الجمعه ذايا معناها انا بعثيه بالركوماندي الورقه الحمراء هم بعثوا لي الروسي راهو وصل بعثوا لك فهمني القصه من اللي بعثوا لي روسي المشابه الجواب قالوا لي فوتر كورير يبي لكن بعدين ما جاني شيء الجواب ديما هو الجواب اللي تحكي فيه نتاع شنو هو؟ فهم نتاع شكاية نتاع روتريت قلت له ما بعثت شكيت الغادي شنو هي الجهه اللي شكيت لها في فرنسا؟ نشكي للجهه نتاع ترياست هذه ترياست هذه في الارداش شنو طلبت منهم؟ طلبت منهم يخلصوني التقاعد مريض لما عندي ما عنديش هم يجي الليل لان عندي يصبوا عليك غاز كانوا يصبوا علي مسبوبه ماخذ الكارت هذيك نتاع ميتيرون مش الكارت فيتال تو ماخذ كارت قديم انا يصبوا علي اموري واضحه نسكن في اللي فيرم صبرت الشجر كل ماخذ الشهاد هم غادي باهين يعطوا فينا في السيرتيفيكا رجعوا عليك شنو قالوا لك؟ رجعوا لي عندهم عام مشكلة القنصة قالوا لي قال لي صور لي الورقة رجعوا لي عام قال لي مسيو دوسيك حولناه لبلاصة أخرى للنور. فرنسا. هاي تو. لازمك تتبع. إيه نتبع قديش باش نتبع أنا. يسلم في سنين معناها صح. يا وتو لو كانوا نقول لهم أعطوني فيزا نمشي بيدي. في القنصة قلت له أعطيني فيزا. لازمك ترى الفكرة لازمك تتبع ما دامك أنت وصلوا وردوا عليك. سايبوني غادي نجد حقوقي هنا ما لقيت حتى حق. شكون ينوبك ولادك غادي ولا حاجه؟ ما عنديش الاولاد ما عنديش عندي طفله قدك انت ماسكينه هنا ما في الارياف ما تعرفش. هذه طفله المفروض تعرف. لا لا ما تعرفش انت هي القرايه اللي تقرا فيها مش قرايه بكري كما قريتناها كما هي. بكري كانوا هم شادين الريتم بالضبط مع الحكم تاعنا يبعثون. تو لا نجي نشكي هنا نتعدى الواحد باش نشكي باش نتكلم معاهم غادي. ما يخلوكش. مهما سنة ساس حتى انا نحن في الشمال في كيف. اليوم بعد 30 عام ولا كخذتش فرنسا تتلفح سامحني في الكلمة. لا قلت روحي ما عندي حتى حق. باهي تو ندور نجي نفتش على صباح الخدمة باش نخدم من على الأقل خدمة خفيفة جاردان ولا حاجة عندي السيرتيفيكا عندي. عندي غادي وقت اللي يخدمونا نحن في الفلاحة
في السيزون في لا تاي دي زارب ولا حاجه في سبيرت السجر يقول لك بعد الكونترا سيزونيه بست شهور يقول لك في هذاكم ولا وبيرو. نكلم نلقاو نقول له عليه يقول لي باش كي تمشي شي نوتر شيايور تقول منظمين ايه يقول تقول له معناها انا طيات عند مسيو فلان قال لي يقبلك ويكلموا في بعضهم. احنا في اليوم باتراج كبير ياسر وجبال ولكن ماشيين لنا بالقانون ما يضيعوناش ما ياكلوناش هم. اما لهنا المتكلفين لنا بالموظف بالمواضيع ما همش قايمين ما همش قايمين لنا. انا نقول كريمه انت سلمت حقك في فرنسا وتلوم فيها الجماعه للناس. لا لا اللوم فيها ما ظلم اللوم كان ظلم خاطر مش مكابسين لنا عليهم غادي. انا حاكم تنمشي من هنا انا حاكم تنمشي لهم نكلمهم المفروض تكون اتفاقيه ثنائيه. اه تعرف كيفاش انا نقول لك حاطين لي في اتفاقيه فرنساويه ابعث لنا لا ريتريت نرى نتغش من الحكايه هذه. يخلوني هما يقولوا لي مش لما متكلفين ما دامنا متكلف متوكل نقوم لك بامورك. انا نكلمهم خاطر انا كموظف هم موظفين وانا مش موظف. باهي لا لا انا يخلوني تو نمشي تو نجيب حقي انا مع الكوار. ما يخلوكش ما يخلونيش تو كون نمشي القنصليه تو يقول لي استنى ثم بوليسيه في القنصليه هذه قال لي واحد بابا تو ما بعثوش ليه قلت له لا قال لي بتوليك. مش مشكلته مسكين البوليس هذاك مش خدمته هو. اش قالوا لي لا لا نجي نمشي للسنساس نتاع طيب المهيري يقول لي تمشي اللم ونصاب. نجي نمشي اللم يقول لي تمشي طيب المهيري قعدوا يتلفوا وتمشي وتجي. انا وقيلا نعمل شكاين قبل الرئيس تو. انا مواطن تونسي فري مش مواطن حر. انا مش اكل عشت في بلادي وقت برقابة خدمت. تجيب في فلوس لتونس؟ نجيب مال. تجيب في كهرباء وتجيب في سلعة وتجيب في لا الكهرباء ما جبتش ما عنديش بيرمي. نجيب في العملة. 30 عام وما عملتش بيرمي في فرنسا؟ ما عملتش خاطر لا في الخدمة. نجي نعمل بيرمي ذي على الوقت وما عنديش عزوز وشاي بيتبعوا فيا. نجري بوينة قبل. مش نكون ولا تو نجري على راسي. أنا قبل كنت عندي أخواتاتي متكلف وأم عزوز نجري عليهم ونسكن في الحدود بحذا كيف. الأندرا باهي. قال لي معلم فرنساوي قال لي تي بو في افيك سا لو بيرتون بيرمي. قلت له ما نجمش وقت انا خذيت الاوراق في الصيف نجيب باش نعدي بيرمي نضيع العائله. خممت الفلوس انت؟ خممت الفلوس باش نجيب العمل وباش ننفع والدي. ما تنجمش باراليل وقتها تخدم ولا لا؟ لا ما نجمش انا نخدم في الجبل راه نخدم بعيد وكاري بارتيكولي وقتها وحتى توري استخدمت وكنت نجيب في العمله بدلت في بوموك وكلنا. وعلاش خاطر بويا شايب عمره 80 وام كبيره وعندي اخواتاتي مش ياقل. قعدت المره الاولى مده 8 سنين نلقاها مع عرسو. تفاجئت اليوم عرسو؟ اي زاد مات شايب بعد مات شايب بعدي. ما سمعتش بيها؟ ما سمع قال لي خويا قلت له نروح بيدي ولا نبعث لك سوا فلوس اقضي له. قلت له اسهل لي قداش تتوقع الكلفه ونبعث لي. باهي بعثت الشال علينا احنا والدين نجروا عليها مش خاطر نحن بوينا بكري مربيين يصوتوا فينا نجروا عليهم يضحكوا علينا. انا واحد كي يخلط يقول له يا اخي ابوك وولدك او عندك فلان مش عندنا البر عيب. كيفاش؟ عندنا البر كيف واحد يحتاج شاب ويبدا يطلب البر ولا ما عندوش يقول له عندك ولدك فلان وفلان وفلان. حتى لليوم عيب؟ لا اليوم مش عيب اليوم الاولاد ما يعرفش بوه حتى ب 10000 تو. عيب انك في كل حالات عيب انك عندك شكون عائلتك تخدم وانت ما انت تخدم وعائلتك ما تطلب سامحني. نحن تو نحشموا نحن شوفي عايش اختي نحن تو نحشموا نارس خفاياك التربيه ذيك تو انا نمشي نبدا خمم فم وبويا نقول غير يرضى عليك قدام ربي وجرينا عليهم ووصلناهم. اما ربي يهداهم يعاونونا انا مش دي. المهم انت اليوم الطالب وضعيتك تتسوق عاد ماكش فاهم روحك الطرف الفرنسي يبعث لك ميلات والتقاعد نتاعك ذا فوضع حتى على الاقل يسهلوني يشيرونا نمشوا ولا هما كي يبعثونا للاداره. قلت لك ثم عاملين لي محاولات يقولوا لي كان مشيت هكا يقول لي برا اللم نصاب هنا وكان جات هنا يقول لي برا الطيب المهي. معناها انت توا اليوم باش نختموا انت بعد 30 عام خدمه التقاعد نتاعك محجوز في فرنسا عايش فقير كما قلت انت. والله فقير ربي يرزقك ان شاء الله وربي انتم يعاونكم ويوفقكم وشد لكم صحتكم وانتم شباب